قناة الراوي لأجمل القصص والروايات. قصة النهاردة اسمها الذئب الأزرق. كان في مرة ذئب عايش في غابة، بس كان مضطهد جدا وما كانش حد بيحبه، وده بسبب أخلاقه اللي ما كانتش كويسة. وفي يوم من الأيام كان الذئب ده جعان جدا ومش لاقي ياكل، فقعد يفكر كده وقال طب ما أنا ممكن أطلع على الغابة اللي جنبي دي، أكيد الحيوانات فيها هتكون مختلفة وممكن ألاقي فيها رزق كويس. وبالفعل خرج من الغابة اللي هو عايش فيها وراح الغابة اللي جنبهم، وأول ما دخل لقى في وشه مجموعة كلاب كبيرة قعدت تنبح عليه بصوت عالي جدا وطلعت تجري وراه. هو طبعا أول ما لقى كده قال لازم أنفد بجلدي، وطلع يجري بأقصى سرعة. قعد يجري لغاية ما لقى بيت، دخل جوه البيت ده بسرعة. البيت ده كان بتاع راجل شغال في القماش وفي مواد الصبغة بتاعت القماش. فالذئب أول ما دخل لقى برميل كبير، من خوفه نط في قلب البرميل. البرميل ده كان فيه صبغة زرقاء الراجل بيصبغ بيها القماش. طبعا هو كان فاكر البرميل فاضي، فخرج من البرميل تاني لقى الكلاب لسه واقفة برضه بتنبح. وفجأة بيبص لقى الكلاب بعد ما كانت عمالة تنبح عليه فجأة سكتت ورجعت لورا وطلعت تجري. فالذئب استغرب، قال في ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي رجعهم كده؟ بيبص في المراية لقى نفسه بقى لونه أزرق. هو حتى خاف من نفسه، أول ما لقى نفسه في المراية كده ولونه أزرق خاف من نفسه ورجع لورا كده. وبعدين قعد يفكر شوية قال ايه ده؟ أنا ازاي لوني بقى كده؟ يبقى أكيد هم لما شافوا لوني كده خافوا مني، بس أنا كده شكلي بقى وحش قوي، حتى أنا متضايق من نفسي ومش طايق نفسي. وبعدين رجع على الغابة بتاعته وهو زعلان ومتأثر وحزين من شكله اللي اتغير، دي صبغة يعني حتى مش هتطلع بالمية. ولما رجع الغابة بيبص لقى الحيوانات كلها عمالة تبصله باستغراب وخايفة منه، وسمعهم وهم بيقولوا لبعض ده إيه الحيوان الغريب ده؟ يا ترى جاي منين؟ ده شكله يخوف جدا. الذئب أول ما لقى كده قعد يفكر وقال بس دي فرصتي، وقام واقف كده ونافخ نفسه وقال لهم ما تخافوش يا حيوانات، انا مش هأذي اي حد فيكم، انا جاي من عند قوى الطبيعة، جاي عشان احميكم من اي شر حواليكم في العالم، لان انتوا ملكوش ملك مناسب، وانا جيت عشان احميكم واخد بالي من امور الغابة كلها. تعالوا كلنا نتجمع ونعيش في سلام ونبني مملكتنا براحتنا. طبعا الحيوانات كانت في الاصل اصلا خايفة منه، فلما لقيت ان هو كده اقتنعوا بالحيلة بتاعته وقالوا له من هنا ورايح انت الملك بتاعنا، واحنا منتظرين الاوامر بتاعتك، شوف انت عايز تعمل ايه واحنا معاك. بدأ الذئب بقى ياخد ثقته في نفسه كده وقعد يقسم عليهم ويوزع عليهم المهام. يعني مثلا الزرافة انت هتجيب الثمار من الاشجار العالية، والكلاب مثلا هتجيب ارانب من الحتة الفلانية، والفيل هيعمل كذا، والاسد هيعمل كذا. ووزع المهام على الحيوانات كلها في الغابة، وبالفعل بدأ الحيوانات كل واحد ياخد دوره زي ما الذئب حدد له. فبدأ مثلا الثعلب يصطاد أرنب ويجيب الأرنب ويحطه قدامه ويبدأ هو يوزع كل الأكل اللي جه يدي للحيوانات وياخد لنفسه، وبكده بقى بياكل ببلاش وفي أي وقت، وكمان بقى ملك على الغابة. بس كان في حاجة مخوفاه، كان خايف من الذئاب اللي زيه الموجودين في الغابة ان هم يتعرفوا عليه، فأصدر أوامر بطرد كل الذئاب برا الغابة عشان يبعدهم عنه، بحجة ان الذئب ده مكار واحنا مش عايزينهم معانا في الغابة. وبالفعل اتطردوا كلهم برا الغابة. وفي يوم من الأيام الذئاب اتجمعت وقعدت تعوي بصوت عالي جدا، وطبعا هو بدون ما يشعر اشتغلت جواه الغريزة بتاعت الذئاب وقعد يعوي هو كمان. الحيوانات أول ما شافوه عرفوه، قالوا له يعني أنت ذئب وعامل كل ده فينا وبتكذب علينا وعامل إن أنت جاي من الطبيعة عشان تحمينا، وتلموا عليه، حاول يجري من هنا أو من هنا مفيش مفر، ومسكوه وضربوه علقة لغاية ما كله ورم وطلع يجري وهو كله بيجيب دم والدم نازل منه من كل مكان. كده وبس؟ لا، ده بمجرد ما خرج من الغابة قابلوا الذئاب اللي زيه ومسكوه وفين يوجعك. وخرج الذئب من الغابة وهو واخد درس عمره ما ينساه، وطبعا كلنا فاكرين ان هو كده خلاص اتعلم ومش هيرجع للي عمله ده تاني، ولكن للأسف بمجرد ما خرج من الغابة وبعد ما استرد صحته كده بشوية دخل على الغابة اللي بعديها، وطبعا هو لسه أزرق ونفس اللي عمله في الغابة الأولى عمله في الغابة التانية،
وزي ما بيقولوا في الأمثال، نصحتك ما تنصحت والطبع فيك غالب، وديل الكلب لم يتعدل لو حطوا فيه قالب.